جزائري يخوض غمار الحرب مبتسما، انزل صارمه سالت مضاربه وأشرق الجو وانشقت له الحجب. فإن عطشنا فإننا نروي القلب بشهادة، الشهادة نفس لنا والجزائر دم تسري في عروقنا. فلا شيء يتقدم على بلادنا الجزائر في القلب والعقل والسلوك، لأن المقاتل وهب نفسه للواجب نداء وللوطن فداء، بعين يقظة وسلاح جاهز وقلب شجاع، يحفظ الوطن والمواطن ويدافع عن أهله ويقاتل معهم وبهم. فبوركت أيها المقاتل، فبوركت أيها المقاتل الذي من وحي وقيمك وقيمتك أقل ما يقال فيك أنك الإنسان الذي إذا تعلم وتدرب اقتدر، وإذا عانى صبر، وإذا قاتل انتصر. فعلى أهل قدر العزم تأتي العزائم. نكون أو نكون، ونثبت للعالم أجمع أننا في كامل الجهوزية للدفاع عن سيادة الجزائر والجزائريين بكامل قدراتنا الميدانية التي تجعل من الجيش الوطني الشعبي مفخرة الأمة الجزائرية. إنهم أبناؤك يا جزائر، إنهم أبناؤك يا جزائر، من صلب الشهداء قد هموا، وهذا حامي حماك إن اشتدت بك الأزم. وهؤلاء أبناؤك يا جزائر، إنهم أبناؤك يا جزائر،